الراديو 90-90 هواها مصر. هواها مصري على الراديو 90-90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وقلنا قبل ما نروح للفاصل ان في مجموعة من الرسائل عن بطاقات التموين وتحديدا منظومة العيش. كان زميلنا وصديقنا العزيز استاذ ممدوح رمضان مستشار وزير التموين في اجتماع بشكره انه فضى وقته عشان يحل مشاكل المستمعين ويستمع ليها. استاذ ممدوح مساء الفل. مساء الفل يا استاذ احمد ومساء الفل لكل الساده المستمعين. بشكرك انك استقطعت من وقتك لينا بس ده عهدنا عليه منك الصراحه. أمرني. عندنا مجموعة رسائل بتخص منظومة العيش الأول. ناس كتير بتقول يعني إيه منظومة العيش داخل المحافظة الواحدة؟ يعني أنا عندي بطاقة تموين مش هقدر أصرف مثلا لو في محافظة تانية، أنا مش فاهم مش عارف أرد عليهم. ببساطة شديدة يا أستاذ أحمد، كان السيستم مفتوح، كان المواطن معاه البطاقة يقدر يصرف بيها من كل مناطق الجمهورية في السابق. تمام. شفنا إن في تلاعب وفي بطايق بتضرب بيتم تجميعها من محافظات وبتضرب في محافظات مختلفة أو بيتم سحب رصيد العيش بتاعها من محافظات مختلفة. وكان عمليات تلاعب شديدة جدا، وزي ما حضرتك عارف إن الدولة بتخصص 45 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز. صحيح. إن إحنا نعظم الاستفادة من هذا المبلغ. طبعا التموين كان في فرق، العيش كان في الأول تقدر تصرفه من أي منطقة، إنما التموين لازم تروح تصرفه من محافظة اللي فيها البطاقة بتاعتك. فكانت الأسرة المصرية مشتتة. أولا إحنا ضربنا أكتر، يعني عملنا أكتر من هدف بهذا القرار. أولا كان الأسرة المصرية بتصرف العيش من أي مكان والتموين من محافظتها دلوقتي، وكان في سرقة وتلاعب. دلوقتي إحنا قلنا لا، كل واحد في مكانه يا جماعة يصرف العيش من المكان بتاعه. كمان يقدر يصرف التموين بعد ما يحول بطاقته، يقدر يصرف التموين بدل ما كان بيتحمل مشقة في إنه بيروح يجيب التموين من محافظة أخرى غير اللي هو ساكن فيها اللي هي محافظة الميلاد. يعني مثلا واحد من أسوان يتنقل واحد اسكندرية كان بيصرف الخبز من اسكندرية، عشان يخسر في التموين لازم يرجع أسوان أو يبعت البطاقة أو يشيل التموين بتاعه. احنا قلنا لا، علشان خاطر نوحد الأمر ونقضي على السرقة في الوقت نفسه، تصرف العيش بتاعك من المحافظة بتاعتك والتحويل حضرتك تروح لأقرب مكتب تموين جنبيك لي وجنبيك وتقول له أنا عاوز أحول البطاقة. في خلال 48 ساعة بيتم تحويل البطاقة وبتصرف من المحافظة اللي انت موجود فيها دون ان تثبت ان انت مقيم فيها، مجرد ان انت بس بتكتب طلب. يعني لا ده بنشترط. طب دي يا استاذ ممدوح ما تعملش مجموعة من التلاعب تاني؟ ما ممكن ناس كتير تروح تعمل الطلبات وتصرف وهي بتصرف من اصل المنفذ بتاعها في المحافظة التانية. لا، اما هو حضرتك بيتحول من السيستم من المحافظة القديمة على المحافظة الجديدة وبتتوقف في المحافظة القديمة، ما لا يحق له الصرف. يجي يضربها في المحافظة القديمة السيستم بيكون قافل. افهم من كلام حضرتك ان السيستم ده اذا انا عندي قاعدة بيانات خلاص في الوزارة، انا شايف خلاص كل الناس. بالظبط، وحدنا قاعدة البيانات وقدرنا نضبط الموضوع. وحضرتك لا تتخيل حجم التلاعب اللي كان موجود، وبعد الاجراء ده ما عملناه لا تتخيل حجم الوفرات اللي كانت اللي تم تحقيقها وكانت بتستلم منظومة الدعم. احنا هدفنا من الاجراءات التنظيمية دي يا استاذ احمد كل واحد ياخد حقه، عظم الاستفادة. احنا مش هدفنا ان احنا نوفر لصالح الموازنة العامة للدولة، مع ان ده المفروض يكون، ولكن كل ما هو موجود من مخصصات موجودة في الدعم دي حقوق مكتسبة للمواطنين، محتاجين ان احنا نحافظ عليها ونعظم الاستفادة منها ونقلل السرقة والتلاعب والهدر فيها. فكان الهدف ان احنا نقصر الصرف داخل المحافظة. واقول لحضرتك بعد اخر، رئيس الجمهورية وجه بتكوين احتياطيات استراتيجية على مستوى المحافظات. ازاي يا استاذ احمد اعمل احتياطي لمحافظة معينة وانا مش عارف حجم الامور اللي شغالة فيها، لان بطايق جاية من برة وبطايق طلع جوه. صحيح، هتبني على خطأ. فطبعا ما عندكش بيان محدد تقدر تبني عليه قاعدة قاعدة للاحتياطيات اللي موجودة عندك، وتقدر تقول محافظة القاهرة اقدر احط فيها كذا لان عدد البطايق اللي بتضرب على السيستم فيها كذا بمتوسطة استهلاك كذا. فطبعا ده امر كان فيه شيوع وفيه عدم تحديد، وطبعا عندما يكون هناك شيوع وعدم تحديد صعب ان انت تراقب، صعب. صحيح. ان انت تنظم، صعب ان انت تعمل خططك. احنا كان هدفنا من الامر ان احنا ننظم نرتب عشان نقدر نراقب ونقدر كل مواطن يحاول ان هو يستفيد من قيمة الدعم اللي موجودة، بدل ما كان فيه وسطاء بيجمعوا البطايق وبيستفيدوا على حساب المواطن وعلى حساب الدولة. طب بالمناسبة اطمن كده منك استاذ ممدوح، الاحتياطي الاستراتيجي اللي هيبقى كل محافظة حددته مدد ليه؟ يعني مثلا الاحتياطي الاستراتيجي لست شهور لسنة، ده طبعا هيبقى بناء على المنتجات اللي عند حضرتك، مش هيبقى بناء على القاعدة الموجودة. ممكن يبقى المدة قد ايه؟ اطمن حضرتك يا استاذ احمد، احنا عندنا احتياطات استراتيجية
لأول مرة في تاريخ مصر إن إحنا وصلنا لاحتياطيات تتعدى 6 شهور بالنسبة للقمح. يعني على سبيل المثال إحنا عندنا احتياطي من القمح يكفينا حتى دخول المحصول بتاع العام القادم بتاع 2018. ده هناك توجيهات رئاسية ومتابعة تقريبا شبه يومية من المؤسسة الرئاسة ومن أعلى أجهزة موجودة في الدولة من أجل تأمين احتياطيات القمح والزيت والسكر، وهذه الأمور مفيش فيها هزار. لأول مرة هناك توجيهات محددة بأن احنا نعمل، وعملنا بالتأكيد دراسة ما بين الفجوات اللي موجودة في السوق ما بين إنتاج السلع واستهلاكها، وقدرنا ندبر هذه الفجوات عن طريق الاستيراد دون الانتظار لأي حد إن هو يقوم بهذا العمل نيابة عنه. طب نطمن المستهلكين ده انت ضمنتني كمان لكل السلع، كان ساعات بيبقى بعض السلع ناقصه، يعني سلع احتياطي استراتيجي للقمح ماشي، للزيت ماشي، ممكن ينقص مني سكر او لا، انت كله موجود كده. لا السكر حضرتك لاول مره برضو ان نحطه المحصول الجديد داخل في شهر واحد، القصب عصير القصب داخل في شهر واحد، والبنجر في شهر 2. احنا عندنا احتياطيات موجوده على الارض دلوقتي بيكفينا لشهر 3، مع ان المحصول الجديد هيبقى في شهر 1 القصب السكر والبنجر في شهر 2. انت كده السنه الجايه الاحتياطي الاستراتيجي ممكن يوصل معاك لسنه بقى مش 6 شهور كمان. طبعا شوف حضرتك بالنسبه للسكر على سبيل المثال، طبعا كلنا مستهلكين وكلنا دخلنا 2017 بازمه، ده انا بالذات اكتر المستهلكين. واسعار كانت 17 جنيه و18 جنيه للكيلو، دلوقتي قدرنا نسيطر على هذا الشطط اللي كان موجود، ودفعنا الاسعار الانخفاض لحدود 9 جنيه ونص، وفي ناس بتبيع اقل من 9 جنيه ونص. واحنا عندنا انتاج من السكر سواء من البنجر او قصر 2.2 مليون طن، الفجوه حوالي 1 مليون طن تقريبا، الحكومه المصريه من خلال هيئه السلع التموينيه ومن خلال الاجهزه السياديه في الدوله بتستورد هذه الكميه دون الانتظار للقطاع الخاص. انت حددت الجهه عشان ما يبقاش في تلاعب كمان من الجهه المستورده. جميل. احمد كان زمان بنشتغل على رد الفعل، دلوقتي احنا فعلا اؤكد لحضرتك وده موجود على الارض وبتثبته الامور الحادثه في السكر وفي اللحوم وفي الدواجن، ان احنا اشتغلنا على الفعل وقدرنا ندرس الفجوات ونجيبها دون الانتظار ان احنا تحصل مشكله ونبدا نشتغل على المشكله. حصل في اللحوم ان احنا عملنا عقد جيد جدا مع شركه اتجاهات السودانيه لتلبيه الاحتياجات لعام 2018 و2019، عقد ضخم جدا لاستيراد اللحوم الطازجه وهتباع بسعر 85 جنيه كما هو المعهود في المجمعات الاستهلاكية. وأؤكد لحضرتك أن استيراد اللحوم من خلال الشركة القابضة للصناعات الجزائية التي حصلت على عقد استيراد حصري من شركة اتجاهات السودانية قدر أن هو يدفع اللحوم البلدية الحمراء في السوق الحرة بالاستقرار، وبالعكس الإقبال عليها من المستهلكين بدأ ينخفض وبدأت يتراجع الأسعار بتاعتها جزئيا. زودت العرض والطلب فعملت منافسة في السوق فهديت الأسعار، وأعتقد ده حصل في الدواجن كمان. طبعا الدواجن احنا بنتكلم دلوقتي الدواجن المحليه دلوقتي ما دون الحقيقه ما دون 19 جنيه، احنا صحيح. الدواجن المجمده ب 29 جنيه وفي نوعيات ب 26 جنيه في القوات المسلحه موجوده. في كميات كبيره جدا وارصده كبيره جدا، وزي حضرتك ما قلت وبامن على اللي بتقوله حضرتك ان انت نمره واحد عاوز تسيطر على الاسعار لازم تعمل اتاحه ولازم تلبي الطلب اللي موجود. صحيح. تلبي الطلب اللي موجود وتزود المعروض اللي موجود علشان خاطر تقدر تسيطر على الاسعار وتعمل توازن في. اخر سؤال عشان ما طولش على حضرتك، ولكن هو مجمع للرسائل كتير بيسالوا عن بطاقات التموين تحديدا في محافظه الشرقيه. المشكله انا عارف بطاقات التموين دي سواء بالحذف او بالاضافه او بسرعه اصدار البطاقه بياخد وقت، بس اعتقد منظور ان انتوا شغالين عليها برضو. شوف يا استاذ احمد احنا عندنا مشكله حقيقيه في بطاقات التموين وشغالين عليها بنحلها، واحنا بنعتذر لكل حد عنده مشكله وتسببنا له في ان هو المشكله بتاعته خدت وقت عشان الحل. احنا بنعتذر من خلال برنامج حضرتك الجميل لكل المواطنين اللي هم سببنا لهم في عناء بسبب ده. شيء محترم جدا من حضراتكم. تمام. اؤكد لحضرتك ان احنا اشتغلنا على المشكله، حاليا دلوقتي بنجدد العقود مع شركات تشغيل البطاقات ووزير التموين والتجاره الداخليه الدكتور علي المصرفي طلب امرين لا ثالث لهم. الامر الاول ان هم يعملوا له دوره عمل لانهاء كافه المشاكل المعلقه القديمه فورا. ثانيا ان هو يعمل دوره عمل محدده بالايام وبالتواريخ لتقديم الخدمه للمواطن بحيث ان هي تقديم الخدمه لا يتعدى 15 يوم. وهذا الكلام مضمن في العقود الجديده، واحنا هنراقب وهنتابع تنفيذه على الارض، وبالتاكيد لازم يكون في خدمه جيده تقدم للمواطن لان المواطن بيدفع ثمن الخدمه، فما ينفعش. في مدى زمني لتطبيقه يا استاذ المستشار؟ احنا بنتكلم حضرتك ان في قاعده موحده زي ما بدانا نجربها دلوقتي وهيبدا التشغيل بتاعها دلوقتي على بدايه العام القادم. مع بدايه العام القادم حضرتك الكلام اللي انا بقوله ده هنكون ملتزمين بيه امام الراي العام وهنحاسب بيه، واحنا لازم نحاسب ولازم نتابع الكلام ده قدام، لان في شركات
تحصل على مبالغ ماليه نظير تقديم الخدمه. فاحنا ما عندناش مشكله ان احنا نراقب التنفيذ لان الناس دي بتاخد مننا وبتاخد من المواطنين. صحيح. هطول عليك معلش، في حد بعت لي رساله في مشكله بعتها اكتر من مره، 200 الف بطاقه تمويل توقفوا بعد قرار وزير في موضوع العيش من نفس المحافظه. انا مش فاهم ايه ال 200 الف بطاقه اللي توقفوا دول. لا حضرتك المواطن لو في محافظه مختلفه يروح لمكتب التموين يعمل طلب تحويل البطاقه في خلال 48 ساعه بيتم تحويل البطاقه. تمام. لو في حاجه محدده حضرتك تليفوني مع الزملاء يقدروا يتواصلوا معايا بعد الهوا ويقدروا يبعتوا لي الرساله ونقدر نشتغل عليها. لو فيها حاجه خاصه حاجه فيها مشكله او فيها استثناء معين نقدر نعرضه على الوزير ونقدر نشوف حل المشكله فيها. والصراحه انتوا في الشكاوى بتستجيبوا على طول، ده بشكرك عليه وبشكرك دايما حتى والله كل الحلقات على الاستجابه اللي بتحصل. حد بيقول لي انا عندي دافع مليون جنيه غرامه للفرن بتاعي وبرده مش سايبني، ما يقدرش الغرامه دي تقل او تتجدول زي كتير من رجال الاعمال اللي بيجدولوا فلوسهم على في البنوك؟ هل ده ممكن امكانيه في وزاره التموين ان هو يجدول الغرامه نتيجه سوء الاداره؟ ينفع يا استاذ احمد واحد يكون واخد تمويل دي بفلوس وما انتجوش وما وزعوش خبز وعلى الاخر اتساهل معاه في الغرامه؟ لا طبعا. المصريين يا استاذ احمد وبالتاكيد اللي عليه غرامه اخد دي وما انتجوش، ده دي الرقابه اللي بنطالب بيها طول الوقت يا فندم. فبالتالي طالما اخد دي وما انتجوش لازم يدفع ثمن الحاجه اللي خدها. صحيح. ومع ذلك في امكانيه تقسيط الغرامات حتى 18 شهر موجوده. هنا روح القانون بقى اللي بتشتغلوا بيها شيء محترم جدا. تقدم يقدر يتقدم لمديريه التموين او لوزاره التموين بتقسيط الغرامه ويثبت جديه في التقسيط واحنا تحت امره. استاذ ممدوح رمضان مستشار وزير التموين كل الشكر لحضرتك ودايما موجود معانا كده يا رب ان شاء الله. وهنستاذنك هنبعت لحضرتك الرسائل اللي فيها بعض الشكاوي نتواصل فيها مع بعض كده نقدر نحلها للساده المستمعين ان شاء الله. انتظارك تحت امرك. شكرا ليك استاذ ممدوح رمضان مستشار وزير التموين. النهارده يعني خد جزء كبير من الحلقه لان هي رسائل كتير النهارده ليها علاقه بالتموين، شرح كتير من الاجراءات. 200 الف بطاقه انا مش عارف الاسم الصراحه لان هو نيك نيم اللي حاطه. بعد اذنك ابعت لي رقمك على 199 9. هنشوف لك المشكلتين، انت بعت المشكلتين سواء الغرامه اللي ممكن تقدر تجدولها، روح القانون هتشتغل هنا في وزاره التموين. استاذ ممدوح وعدنا ان ممكن يبقى فيه تقسيط ليها بصوره احسن. وال200 الف بطاقه اللي ما توقفوا بعد قرار الوزير بيقول لا خلاص انك ممكن تصرف من محافظه لمحافظه عادي. وعندك مشكله شخصيه محدده ابعت لي رقمك على 199 9 نقدر نبعت رقمك لسياده المستشار وزير التموين ونقدر نحلها ان شاء الله. ممكن تتواصل معنا كمان من خلال صفحتنا على الفيسبوك سلاش الراديو 9090 او من خلال تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.